السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى نشرات الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. لجنة الضمانات تدعو إلى الوقوف في وجه محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني. إحباط محاولة تهريب 600 ألف قرص مخدر عبر ميناء الحديدة. أهلا بكم، بداية النشرة أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا أعضاء لجنة الضمانات في مؤتمر الحوار الوطني إلى الوقوف في وجه جميع محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني. وأكد الأعضاء على أن توسيع المشاركة المتفق عليها لمختلف الفئات في تشكيل الهيئة الوطنية وبما يضمن وعدم السيطرة مراكز النفوذ السياسي عليها. هذا وتقدمت الدكتورة نادية الكوكباني بآلية مقترحات لتشكيل قوام الهيئة الوطنية تنبثق من تجربة الحوار الوطني وآلياته، وتسعى إلى تحفيز الجميع على العمل داخل مكوناتهم بما يسهم في النهوض بالمسؤولية الوطنية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء اللجنة لتفسير نصوص المادة المختصة بالهيئة الوطنية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. حصلت اليمن أمس على 20 مليون دولار منحة من البنك الدولي لتمويل أول مشروع محطة توليد بالطاقة الكهربائية بالرياح في مدينة المخا. وتأتي هذه المنحة في إطار مساهمات أخرى لتمويل المشروع بمنحة قدرها 125 مليون دولار. وقال البنك في بيان أصدره أمس أن المشروع يتكون من تشييد وتطوير المحطة التي ستنتج 60 ميجاوات، مما سيزيد إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة في اليمن. قال الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني راجح بادي إن الحكومة والدولة ضد استخدام العنف من أي طرف لفرض آرائه أو توجهاته. وقال بادي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة صنعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن مجلس الوزراء أكد استعداده الكامل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى تشكيل لجنة وزارية لاستقبال مصفوفة الإجراءات التنفيذية من كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمصفوفة مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحديد تكاليف المالية المطلوبة لتنفيذها. أكد القيادي في اللقاء المشترك محمد الصبري أن الحديث عن القتال الذي يجري الآن في عمران أو في همدان هو من أجل المذهبية كذبة كبرى أو من أجل شعار كاذب أيضا، معتبرا الحديث عن وصول طرف للعاصمة عبر السلاح مستحيل، موضحا أن كل الأسماء التي تقاتل ستقع في مخالفة مسيرة الإجماع، متسائلا كيف سيطمئن الشعب لطرف يدعي أنه مع الثورة أو مع التوافق ويمارس القتل والتدمير. وصف الصبري أن ما يجري بين الحوثيين والقبائل من أعمال مسلحة هو محاولة للتنصل من مخرجات الحوار الوطني الشامل وعدم الالتزام بما توافق عليه اليمنيين. وأضاف الصبري في حديث لقناة الجزيرة الفضائية مساء الثلاثاء أن من يقوم بالأعمال المسلحة لن يجني سوى مزيد من الخسائر. وأشار الصبري أن الحوثي أو أي طرف يحمل السلاح أو ينتهج العنف لن ينتصر، فاليمنيون يريدون الدولة وهناك من يريد السلاح والعنف. أحبطت الأجهزة الأمنية في ميناء الحديدة وبالتعاون مع سلطات الجمارك تهريب 600 ألف قرص مخدر من حبوب الكيباتاجون كانت مخفية في رأس قاطرة واقفة في ساحة الحلال بالميناء بعد قدومها من لبنان. وقالت الأجهزة الأمنية في ميناء الحديدة في تصريح لمراسل قناة سهيل بأن الأقراص المخدرة كانت مخفية في 300 كيس. وأوضحت المصادر أن عملية ضبط الأقراص المخدرة جاءت بناء على معلومات وتحريات أمنية دقيقة كانت
أكدت وجود الأقراص في رأس القاطرة التي يملكها شخص سوري الجنسية، وأن الإجراءات جمع الاستدلالات في القضية ما تزال مستمرة لضبط جميع الأطراف المتورطة فيها. نظم معهد جميل غانم للفنون التشكيلية بعدا معرضا فنيا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واحتوى المعرض على لوحات فنية من أعمال طلاب المعهد تحاكي واقع اليمن والمراحل التاريخية التي مر بها سياسيا واجتماعيا. القنصل الروسي الذي حضر في حفل افتتاح المعرض أشاد بالشراكة الفنية بين اليمن وروسيا، والتي قال إنها تمتد منذ القدم، مشيرا إلى أنه تجري حاليا ترتيبات بين القنصلية ومحافظة عدن لرفض المعهد بالكوادر الروسية وإعادة أواصر الشراكة الفنية. وثمن مدير المعهد الأستاذ سهل بن إسحاق دور المحافظة في إعادة الاعتبار للمعهد وكذا الدعم المادي والمعنوي. نظمت ديوانية سيئون للثقافية محاضرة صحية تحت عنوان تحصين الأطفال ضد الأمراض وأثره في صحة المجتمع. الإنجازات والتحديات ألقاها مدير برنامج التحصين الصحي الموسع بوادي حضرموت والصحراء جعفر ربيع بن عبيد الله، وتطرق جعفر لمسيرة التحصين في وادي حضرموت خلال 30 عاما الماضية، حيث بدأ العمل ببرنامج التحصين في مراكز الأمومة بسيئون وتريم وشبام والقطن منذ عام 1983، كما أفاد أنه جرى القيام ب 27 جولة تطعيم ضد الشلل الأطفال في المناطق المستهدفة بالمحافظة. بدأ التحصين في عام 83، وكان بشكل المناطق اللي بدأ في عام 88 كانت في كسب فالأداء العادية شديدة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. لجنة الضمانات تدعو إلى الوقوف في وجه محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني. إشباط محاولة تهريب 600,000 قرص مخدر عبر ميناء الحديدة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر سهيل دوت نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، في أمان الله.